لو الحكايه فيها ان فيجو شايف تقييمك ايه لعمليه اختيار المدربين لتولي المهام الفنيه للمنتخبات المصريه الناشئين والشباب 2099 و97 يعني في الوقت النهارده اللي شايفين الكابتن ربيع ياسين صاحب انجاز فوز بكاس الامم الافريقيه كانت المره كام يا كابتن ربيع؟ فوز حضرتك بكاس افريقيا هو لو في كاس كذا مدرب بس انا مش عارف الثاني او الثالث حاجه زي كده في تاريخ المنتخبات فحضرتك وتاخد بطوله الجزائر في الجزائر في وقت كانت علاقه بيننا وبين الجزائر اسوء على اسوء ما يكون والنهارده المفاجاه ان في لاعبين لسه مخلصين كوره والنهارده بيمسكوا منتخبات قايم ده ازاي وشايف ده ازاي؟ والله يا اسف انا بفتكر البطوله دي ببقى سعيد جدا ومش ناسيها. انا بحب الجزائر جدا عشان تبقى بعد مصر يعني من البلاد اللي بحبها واحترمها. ليه؟ انا رحت 84 في الاولمبياد وصلت الاولمبياد 84 عن طريق الجزائر 90 عن طريق الجزائر كاس عالم خلي بالك. انا رحت شمال افريقيا اللي هي قبل البطوله الرسميه دي خلي بالك لما رحت الجزائر فاكر شمال افريقيا كانت في الجزائر خدتها وهم لعبوني بفرقتين فريق اول وفريق ثاني في الجزائر وكسبت الفريق ده كان في مجموعتي 5-2 ولا مش عارف 6-2 ورجعت بالبطوله ورحت للبطوله الافريقيه رجعت بالكاس فانا بحب الجزائر فعلا بقدم فيها احلى عروض وتفائل بيها دي حقيقه والله. انما المقاييس في مصر بعيد عن العدل بعيد عن الفنيات بعيد عن النضج بعيد عن الخبرات بيبقى فيها تربطات فيها علاقات واخد بالك فيها لو انت مسكت قطاع الناشئين ده وقلت لو انت بترشح مدربين قطاع الناشئين له مدربين نوعيه ثانيه خالص نوعيه خاصه نوعيه تعرف تتعامل مع كل مدرب بمرحلته 12 غير 14 غير 16 غير البراعم ده الحق والصح. لو انا عاوز اشتغل صح اختار مدرب معين اجيب السي في بتاعه النهارده وارتب وانظم واشوف انما انا بجيب على المغمض وبالاتفاق وبال ايه ده بطل اجيبه ده مدرب يعرف ده برشحه ده رجل اعمال يعرف واحد وانتوا عارفين القصص كبيره جدا جدا. المدربين برضه حتى الكبار النهارده بيتحكموا في المدربين الكبار وكلاء اللعيبه وكلاء المدربين بالتربيطات مع اعضاء مجلس الاداره. هات ده عشان ادخل لك 5 لعيبه عشان اديك وتدخل معايا انتوا عايشين هنا اهو عايشين في المطبخ. انت في اتحاد الكوره وعارف اتحاد الكوره ماشي ازاي وانت عايش في نادي الاهلي وعشان ما شاء الله وشاطرين. لا انا بتكلم ان انتوا الحمد لله انه عايشين وعارفين النظام في الاختيارات ماشي ازاي. انا اشوف اولا انا لا احب اغلط في حد ولكن بقول حقائق معاكم وانتوا تعلموا بهذا الكلام. هو انتوا مش جايبكم من انتوا في وسط الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا عاوزين ندور على ايه؟ على عدل على فنيات على نظام مثالي عشان تلاقي كوره كويسه وتلاقي دوري كويس ودوري منتظم وفي اداء وفي نتائج وبعدين ده كله مردود يبقى على المنتخبات الناشئين تمشي كويس وتكسب والكبار يمشي كويس ونوصل تبقى المنظومه كامله متكامله فيها اداريات وفيها فنيات وفيها تخطيط وفيها نظام وفيها عدل وفيها احترام وفيها هو ده اللي انا عاوزه وده بلدي بيه بس ده حق مشروع. انا مواطن مصري بلاش ان انا لاعب او مدرب انا مواطن مصري بحب مصر بحب بلدي بحب الكوره بحب الرياضه عاوزها تمشي كده واعتقد ان كل اللي بره ماشيه كده والسن الله في الارض هو ده اللي انا بقوله العدل والتنظيم والتخطيط واخد بالك وكل حاجه صح انا عاوز كل حاجه صح بس ربيع كابتن ربيع ياسين مشي من اتحاد الكوره ليه بعد انجاز امم افريقيا في الجزائر؟ يعني ايه الاسباب الحقيقيه؟ بس الجمال علاه يبقى انت اما تقابله قول له انت ما هو جمال علامه من مسالمه بينكر يعني مش عايزين نعرف من حضرتك بقول لك ده عاوز ايه وده انا رشحك 99 رشحك مش عارف ليه يعني احنا تعودنا في مصر زي ما حضرتك لسه بتقول ان المدرب اللي محقق انجاز بيبقى نازل من على سلم الطياره الجماهير كلها فاهم وقفله تحت سلم الطياره على الاسفلت نايمين تحت رجليه. كان ينفع اصلا ترجع تاني تمسك 99؟ لا الانجاز اللي انت عملته كان ينفع انك ما ينفعش. ومين قال لك ان انا كنت همسك؟ هو لما انا دخلت مع شوبير احنا كان عندنا اجتماع في المرسى هنا النادي الاهلي جمعيه اللعيبه المحترفين بقدر لا كان يوم سبت او حاجه زي كده ده ساعه الاقتراح اللي هو بتاع اللعيبه بتلعب شوف تلعب تبقى يتباعد في البطوله وتلعب وحضرتك تبقى مدير فني ليه؟ كان في اقتراح كده كابتن شوبير كان قدمه لجمال علام وعجبه لا 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 انا هقول لك كل اللي حصل في الاوضه في الغرفه فاحنا خلصنا الاجتماع شوبير كان عنده تقريبا معاد هناك في اتحاد الكوره معاهم فشوبير من ضمن الاقتراحات اللي كانت موجوده يا جماعه احنا لازم طب ما نكلم المسؤولين في اتحاد الكوره ان يعملوا لنا نسبه شهريه او نسبه سنويه من عقود اللعيبه للجمعيه عشان احنا عندنا خلي بالك
اكتر من 88 اسره بنساعدها شهريا يا عم. فبعد وقت الصندوق بنفلس فروح الحق يا شوبير تعالى، الحق يا مش عارف مين، الحق ايه افكار يا خطيب، يسندونا في الافكار والعلاقات والتليفونات. ده جهينة، ده مش عارف صفوان، 40-50 ألف ابعت للناس. فمن ضمن افكار شوبير اتحاد الكوره يا جماعه، الله طب ما اتحاد الكوره عنده اجتماع النهارده، كان عندهم اجتماع يلا بينا، كان الكابتن عامل من حاجه جمال حميد، لا جمال ما جاش اعتذر اليوم ده الاعضاء يعني. انا قابلت حضرتك اليوم ده اللي كنت جايين فيه تقعدوا مع الناس. فقلت له بص بقى يا جماعه انتوا خلصتوا، انا خلصت كده. شوبير قال لي حلف عليا، شوبير ما تحرجنيش، انا الناس دي ما بكلم، مش بكلمهاش خلاص، نفسي مقفوله وبسلم عليهم بالعافيه، يشوفوني في عزا يخدوا لي شو وبس، انما ما دخلتش الاتحاد من ساعه ما خرجت. يعني اليوم الوحيد اللي رحت فيه يا عم يوم وقفه ضد الارهاب. رحت لما قلت له طبعا انا اول واحد، اصل ما حدش بيبعت لي يقول لك ضربيه حسين واخد موقفه بعيد، يا جماعه انتوا بعتوا لي اول واحد ورحت واتكلمت، تلاقيهم الرياضيين ايه عاملين وقفه مش عارف فين، ما تتصلوا بينا يا جماعه. الواحد وطني الحمد لله بدور على الحكمه والحنكه والاحترام وان البلد تمشي ازاي. شوبير حلف عليا يا عم والله العظيم يا يوسف، يا شوبير ما تحرجنيش، قال لي والله العظيم ما تيجي معايا يا عم يهديك، قال لي هتيجي معايا. فصلت بقى ان احنا رايحين عشان شوبير هيفرض مش عارف منتخب 99 فاحنا قاعدين بيسالون طبعا قعدت معاهم قاعدين يتكلم وبتاع. فجمال علام قال لي ايه رايك في منتخب 2000؟ انت رايك ايه انه يستمر؟ قلت له انا ورايي انه ما تعملهوش زي اللي انتوا بنخرج ومصاريف على الفاضي وجهاز فني بتجيبوه وتعملوه. 2000 ماسكوا عمرو، واخد بالك؟ ده وجهه نظري انا. عاوزين تجيبوا واحد مدير فني موجود، ما تنتظروش نتائج لان وقت قليل ودوري مش عارف ايه، سيبوه بما يرضي الله يعد الفريق لمرحله الشباب. احمد بجد قال طب ما انا بقترح ان كابتن ربيع يعمل فرقه ويروح بيها، كان في بطوله اعتذر عنها حسام البدري، دوره الالعاب الافريقيه، دوره الالعاب الافريقيه. قال لي الاول ايه، طب انت لو موجود يا كابتن ربيع؟ قلت له ما هروح طبعا. طب في اكتر من لاعب شباب؟ قلت له ماشي، دول موجودين في الدوري الممتاز، انما انا عندي مساحه ناخد بيها فريق عشان اسم مصر ومكانه مصر، واخد بالك؟ وفي نفس انا اوسع المساحه اللي اختار بيها اللعيبه ياخدوا خبرات. اعمل ايه بقى؟ اجيب المجموعه المميزه هنا واخد مجموعه من 97 من معتمد جمال واعمل بيهم ميكس واتوكل على الله وياخدوا خبرات ويتغسلوا ومش مهم النتائج. يبقى دي اضافه للفكر. مدرب الناشئين يا والشباب فكر يا عم، مش عافيه، فكر. انت هتعمل ايه؟ انت المقترح ايه؟ ادي انا قلت له انا شايف ده فكر 10 على 10 وتمام التمام. فاحمد بجاهد طبعا قدامي عامل فيها الواد يعني النبي جاي. طب ما كابتن ربيع من المنتخب ده وياخده وروحه. سكتوا طبعا. قلت له يا كابتن يا باشمهندس انا جاي اقعد شويه وقاعد معاكم، وانا جاي عشان الجمعيه عشان تبقوا عارفين شوبير اللي جابني. انا مش جاي شوبير اللي جابني. والله العظيم يا عمرو انت، انا عندي عزه نفسي يا ابني ومش عاوز حاجه. انا كنت قاعد في النادي الاهلي في يوم من الايام بتفرج على ماتش ناشئين، مين اللي كان قاعد جنبي؟ ابو هشيم. انا بقول الكلام طبعا ما تكتبش اسمه. لا طبعا خالص. ابو هشيم قال لي في منتخبين تحب تمسك منتخب منهم في 99 في، والله العظيم يا ابو هشيم. ابو هشيم خلي بالك من اجمد الناس في مصر، ده هو اللي معايا في النادي الاهلي وعامل شغله وبتاع. قلت له يا استاذ احمد كتر خيرك، انا مرحله الناشئين دي يا يوسف انتهت بالنسبه لي. ليه يا ابني؟ يا عم دي بتحتاج صحه غير عاديه. ده انت العيال دول خدوا مني صحه. الفتره بتاعت قبل سكوب دي كانت بص يا عم عمرو، انا كنت بدخل بلبس كده بص عشان انيمهم محتاجين جهد، عشان امرنهم محتاجين جهد، عشان ادخل معاهم الساونه اقف بره الرقص والغناء اروح داخل زي مدرسه المشاغبين بالظبط، اروح داخل بلبس كده واقف لهم. يعني عاوز اقول الناشئين خلي بالك في مصر محتاجين الشغل ده اللي بيشتغل. الجيل اللي موجود دلوقتي صعب جدا. لا وبعدين التكنولوجيا باظت دماغهم، تلاقي ده هنا وده هنا موبايلات، لم الموبايلات تلاقي معاه الثاني، لم الاثنين تلاقي معاه الثالث. يعني الامر مش سهل. وبعدين يعني مره لجات لحته لم الموبايل زي زمان بقى زي ما كان الكابتن. لا انا في الشغل وفي النظام هم يقولوا لك لا هم يقولوا لك يا عمرو انا ليا، وحد يقدر يوقف كهرباء ولا يحرم كهرباء من التصفيات غير ربيع ياسين؟ بص راح معايا الجزائر كسبني، كان نجم البطوله عشان غاب تمرينه، وقلت له مش معايا في التصفيات انتهى، قلت له مش معايا انتهى. يا جماعه انتوا بتتكلموا على حاجه. كابتن مين اللعيب اللي تعبك؟
ادينا كده اسماء من اللعيبه اللي تعبتك قوي في الجيل ده. اللي في الجيل ده في لا ورده ده انا ما يعني اصل هو غير طبيعي. وورده خلي بالك من حظه ان ترحل مرتين، ومين اللي رحله؟ انا حنين جدا خلي بالك وجدع وبعالج الامور بحنكه. يعني خلي بالك على الرغم من ورده ان هو ترحل كان في تونس ولا ترحل من المغرب ورحله رئيس البعث ليه؟ وقف في الشارع ويشتم الملك ومش او دخل مش يعني بلاش اتكلم انا. ادي مرة تاني مرة ترحل من تونس ورحل حسام فتاح رؤساء البعث، ومع ذلك يونس بص انا قلت لازم اخده معايا سويسرا واسبانيا عشان العدل اكتر من كده. وكهربا كهربا كان تاني ماتش لعبته كينيا في مصر، فلعبنا الماتش ده تعادلنا 0-0، فانا اجتمعت بالفرقه كان في رمضان قلت لهم ده شوط ولازم اعالج بقى واقف واصحح وافكر هناخد يومين اجازه. تمرينه بعد اليومين الساعه 2 بالظبط في الملعب، اللي هيتاخر دقيقه مش معايا، على الرغم ان بص محتاج وكهرباء قوه كهرباء وورد ما جوش الاثنين ثالث يوم بعد الاجازه. بعد الاجازه خلاص شكرا. قلت لهم والله لو جبتوني مين مش معايا في التصفيات كلها، لو انا كسبت كينيا وعديت اللي بعده مش معايا، بعد كده هشوف. كهربا كان ليه علاقه بيه وقريب والده مش عارف، له بص يا حاج ابنك مش معايا، لكن لو وصلت التصفيات معايا، لانه انا قلت اثنين يبقى اثنين مش معايا في كينيا ولا اللي بعده انجولا. انجولا ما لعبش معايا خد تصفيات، خدت قرار. خد بالك انا احب الشغل الصح ورزي على الله. يا عمرو واحد بحجم ربيع ياسين خلي بالك، قول لي مين دخل هذا المبنى اللي قدامك بتاريخي في النادي الاهلي ومنتخب مصر، قول لي اي اسم مع احترامي اللي دخل، بس اللي هو طبعا اسمه كبير عشان لعب ماتشات احمد حسن. قول لي اي اسم، هات لي اي اسم مع احترامي الشديد لعب تاريخي ولعب ماتشات ولعب كاس عالم ولعب اولمبياد ولعب امم وخدها ولعب الافريقيا خدها، قول لي. ما حدش، انا عارف يعني ايه شخصيه، يعني ايه قرارات. انا متربي في النادي الاهلي في 18 بطوله في 294 ماتش رسمي يا عم. اسم ربيع ياسين ده في الكوره طبعا كل ده خلي بالك موجود، مش انا بقول زي غيري بقى كابتن مصر وكابتن اي حاجه، لا واخد بالك ثلاث مرات احسن لعيب في مصر. انت بتشوف اهدافي يا عمرو في التلفزيون، يعني عاوز اقول ان انا اعرف اتعامل ازاي، ولما اشتغل في التدريب بحاول كل المواقف عدت عليا مرت عليا اي موقف اتعدى عليا فاعرف، وخدت خبرات واشتغلت في ممتاز بيه، مش طلعت من بطن امي خلصت من الغيظ. لا يا عمرو، لا يا عمرو اشتغلت صح وخدت خبرات واشتغلت، ولما جالي موقف الصعب بتاع اتحاد الكوره وظروف ال 20 جنيه استحملت وعدت عليا، ولما جالي ظروف اكتوبر بصراصيرها ومش عارف ايه استحملت، ولما جالي الدارات يا راجل ده في دار مسك اللبس بتاعنا ورماه بره في الشارع، بقيت انا اجيب بفضل ثم علاقاتي والملاعب حتى استاد القاهره قلت لهم ما حدش يقدر يمنعنا، قال لي طلبيه ب 5 مليون قلت لهم لا ده مصر، ده انا رايح التحرير لرئيس الوزراء، ده انا اتصرفت وقفت. ولما جت الثورات يا عمرو بيقول لم لعبتك وروحها ولم وديها العصر تجول، اشتغلت ولا في دوري ولا في جمهور ولا في حاجه ولا في اتحاد، كنت بطلع رئيس بعثه ومدير فني يا عم، وده عنده اخته عاوزه تتجوز وده والدته عاوزه تكشف وده ما عندوش جزمه وده عاوز ثلاجه، اشتغلت كل ده لوحدي بفضل الله ثم لوحدي، عشان كده وخلصت وقلت يا رب نيتي ده وطني لله ثم ليك يا رب، واستحيال دول كانهم اولادي واشتغلت، وكل واحد دماغ احمد رفعت ده دماغ لوحده، احمد رفعت ده سؤال الكهرباء ده فعلا في يوم ضربته بالقلم، انا مش ضربته انا عنفته جامد جدا وزيته، لان ما حدش يقدر النهارده يقول العب ما العبش يوسف، ده مش هو بس ده حتى رامي رحت ماسكهم الاثنين مقشطهم في بعض اقعد اقعد اسمع طبعا رامي بيدافع يقول لك كابتن اقعد بين شوط نص نيجيريا هو بيعترض على تغييره قلت له انت ما بتعترضش مفيش اعتراض واخد بالك انا بقول بنتهد فرامي فهو بيقول قلت له اقعد رحت ماسك الازازه ورحت في الجزائر طبعا بين شوطين كان 0-0 وصلنا الشوط الثاني 2-0 ورامي بصفته قلت له اقعد لا ادي العيال دول محتاجين كده لولا كده يوسف كانوا لعبوا باين طب ما انت عندك ماتش انجلترا انا بوريك قيمه المدرب لما يكون اسم كبير فانت النهارده مش اي مدرب يا عمر تختاره لقطاع الناشئين ولا تختار الشباب لا طب ماتش انجلترا ايه رايك في التغيير انا غيرت الثلاثه دول غيرت رامي ربيعه وغيرت صالح جمعه وغيرت كهربا والنتيجه 0-0 بص الثلاثه المعلمين